نتشرف بإبرام اتفاقيتين على مستوى ولاية ولاد جلال، الاتفاقية الأولى مع مديرية الصحة حول المتابعة التقنية والبيداغوجية للفروع المفتوحة على مستوى قطاع التكوين المهني والتي تخص الشعب المهنية الخاصة بالصحة على غرار صيانة المعدات الطبية. الاتفاقية الثانية كانت بين المعهد الوطني المتخصص في المهني ولاد جلال وكذلك مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية، وذلك تدخل في إطار التكوين وفق الطلب لتكوين موظفيها في المجال المعلوماتي.